أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الوطني رواد الأعمال. واليوم اخترنا لكم رائدات أعمال من جمهورية سوريا العربية الحبيبة، مدام بشرى رزاز ومدام إيمان دنو. بداية أسعد الله أوقاتكم. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيكم. حابين اليوم نتعرف عليكم أكثر. نبدأ مع مدام بشرى رزاز، حابين نتعرف عليكي أكثر ونعرف السادة المشاهدين من هي بشرى رزاز مع حفظ الألقاب. الله يخليك. بشرى رزاز سورية، مقيمة في الإمارات من عام 2004. دخلت عالم الرياضة تقريبا في عام 2012، لكن كنت متدربة بداية وشوي شوي تدرجت. أخذت بعض الدورات ببناء الأجسام واللياقة البدنية بالبادي بيلدينج والديد ليفتينج، وعملت دورة حكام ومدربين كنت موجودة فيها يعني. ومن كم سنة نحن أخذنا الجيم واستثمرنا أنا وصديقتي إيمان ودخلنا عالم الرياضة. إن شاء الله بنكون واكبنا التطور اللي موجود إن شاء الله يعني. إن شاء الله إن شاء الله. بتمنى لكم كل التوفيق مدام. مدام إيمان دينو، حابين نتعرف عليك أكثر ونعرف السادة المشاهدين بدايتك وكيفية تأسيس صالة دنيا الرشاقة للسيدات. أنا طبعا من سوريا حلب. بداياتي بلشت على جينا نحن على الإمارات من سنة 2000. أنا عايشة بالإمارات العربية المتحدة من سنة 2000. بداياتي أنا كنت يعني عندي بطولات كثيرة بسوريا يعني كمدارس يعني على المدارس، ولعبة كرة سلة بنادي الجلاء بحلب، وعندي بطولة سوريا بالجري، ويعني الحمد لله رب العالمين. ف يعني بفيلد الرياضة من وأنا صغيرة اوكي، وكثير بحب الرياضة. فهون كمان كملت، بلشت أمارس الرياضة يعني ما قطعت أبدا، واستثمرنا هالمكان وقلنا يعني الحمد لله كان يعني كثير الظروف يعني حلوه، وكانوا يعني كثير دعمونا كثير الحمد لله، لحتى يعني باشياء بسيطه يعني الحمد لله قدرنا نعمل شيء ونكبره ونحقق اللي نحن بدنا اياه، ولا زلنا يعني نتمنى انه نكبره اكثر ان شاء الله. ان شاء الله اكيد مدام يعني انت صاحب الطموح، فاكيد ان شاء الله نتمنى لكم كل التوفيق، نتمنى نشوفكم على مستوى السبع امارات باذن الله. ان شاء الله. لا اكيد نحن يعني متاكدين، انا متاكدين انه ان شاء الله رح نعمل شيء اكثر يعني بامكانياتنا اوكي البسيطه او شيء، بس رح نعمل شيء اكثر. اهم شيء الاراده اكيد. طبعا هي اكيد لا، ارادتنا قويه جدا يعني. ما شاء الله عليكم. ما شاء الله عليكم. اكيد دائما الرياضي عنده الاراده وعنده الاصرار وعنده العزيمه ليوصل لهدفه. لا وبالاخص انه نحن في دوله ما في شيء مستحيل فيها. لا ان شاء الله دائما يعني بتكون مواكبه لكل شيء ان شاء الله يعني، ومن واكب التطور اللي موجود ان شاء الله يعني ولو كان باقل الامكانيات اللي موجوده يعني ان شاء الله. مدام مدام بشرى، حابين نتعرف على الخدمات اللي بتقدموها في صالة دنيا الرشاقه للسيدات بشكل عام. نحن جمنا مقسوم لقسمين، قسم للاجهزه وقسم صاله العاب رياضيه. الالعاب الرياضيه عندنا كثير مجالات فيها يعني، نحن عندنا الايروبيك فيه البادي بيلدينج بالاضافه للبادي بام بالستيك تشير بول كيك بوكسينج ار بي ام بالاضافه لليوغا والستريتشينج والزومبا والبوليو دانس. هذا حديثا صار عندنا اضافه جديده موجوده كثير حلو ورائع كمان ومتميز عن باقي الاماكن يعني. لا الحمد لله انشطتنا كثيره وحلوه ومميزه يعني، وكلاساتنا عديده. جميل جدا مدام. مدام إيمان، اليوم أكيد المنافسة شديدة في دولة الإمارات في كل المجالات وفي كل القطاعات، وخاصة أيضا يعني المجال الرياضي، الناس كلها بتروح للجيمات يعني، بتعرفي هون ما في حركه ما في شيء، فبتضطر السيده انها تروح للجيم عشان يعني تنزل من وزنها او تعمل مثلا كتله عضليه معينه يعني هدف تحطه عندها. فشو الاشياء اللي ميزتكم في ظل هالمنافسه الشديده؟ الاشياء هلا نحن الحمد لله رب العالمين موجودين، نحن عندنا مدربات من افضل المدربات، انا بعتبره من افضل المدربات الحمد لله. ونحن كمان يعني تابعنا المدربات بشكل كتير قوي، والأجهزة اللي عنا كمان الحمد لله يعني جدا يعني 77 جهاز تقريبا بالجيم. وبصراحة تنوع الجنسيات بالإمارات هون يعني خدمنا كتير خدمة كبيرة، إنه المدربات كانوا من مختلف الجنسيات يعني كل مدربة جايبة معها شيء من بلدها. مثلا يعني عنا المدربة من الهند تلعب يوغا، يعني هي بصراحة رقم واحد برأس الخيمة عنا هون اليوغا والبيلاتيس كمان،
عندنا مثلا من الفلبين مدربتنا الفلبينيه الكوتش ديسي، فهي جدا ما شاء الله عليها كمان بتلعب يعني كثير حديد وبتلعب الدامبل والقصص كلها يعني البادي بامب والكمان والكيك بوكسينج، فكل وحده جابت معها من بلدها شيء يعني خبره وكفاءه وكملت للمتدربات كلهم يعني. ايضا هاي يعني ميزه قويه جدا بالامارات، رائعه، لانه ايضا المجتمع المحلي الموجود أكيد. عده جنسيات، فاذا بتكون متدربه هنديه ففيها تلاقي مثلا وحده تفهم عليها، متدربه فلبينيه كمان نفس الشيء، عربيه بالتواصل. سهوله بالتواصل طبعا يعني هذا التنوع بيعمل سهوله يعني شديده لتوصل للشيء اللي انت طالبه. صحيح. وفي شيء مميز بعالم الرياضه انه هي في الرياضه بتنسى الجنسيه يعني بتنسى انه انت مع مين عم تلعب او بتنسى يعني هي نقطه كثير مهمه انه في لغه الرياضه هي صارت بيناتنا، هي اللغه اللي نحن شو الاهداف اللي موجوده. طبعا ما دائما الاهداف بتكون رياضيه ولياقه اجسام، لا في احيانا بتكون اهداف صحيه اهداف طبيه اهداف نفسيه، هي كثير لها دور يعني، وكثير في ناس دخلوا بنفسيات تعبانه وصلانين لمراحل كثير صعبه، لا صاروا يقولوا يوم بعد يوم فعلا من لما لعبنا رياضه كان في عنا طاقه كبيره عم تجي لاجسامنا وطاقه سلبيه كثير عم تروح مننا يعني. فهي النقطه كمان كثير مهمه، لذلك احيانا رغم تعدد الجنسيات لكن لغه الرياضه وحدتنا كلياتنا. اكيد طبعا. مدام بشرى، اليوم ايضا حابين نتعرف على الخطط المستقبليه والرؤيه المستقبليه لكم لتطوير يعني الاعمال اللي بتخص دنيا الرشاقه للسيدات بشكل عام. هلا هي باب كثير كبير نحكي فيه. صح. اول شيء انا في دوله بتخلي طموحي واصل للسماء اكيد. صح. يعني فهي نقطه كثير لازم ما بوقف عندها بكلمه طموح بس، لا هي ان شاء الله اشياء قريبه التحقيق ان شاء الله. ان شاء الله نحن طموحنا انه نعمل مركز رياضي متكامل انا وايمان، لانه من البدايه بدينا مع بعض ان شاء الله وبنكمل ان شاء الله مع بعض، مركز رياضي متكامل من A to Z كما يقال، نبدا بالاطفال بفئه معينه بالاعمار بحيث انه نحن ناسس اجسام قويه صحيحه ان شاء الله، ونتدرج هيك لحتى نوصل حتى لكبار العمر المسنين يعني ان شاء الله اللي هن بركتنا، بحيث انها تكون مركز متكامل سواء كان رياضي او استشفائي، بمعنى ما انه تكون بيحتوي على كل انواع الرياضات وكل المجالات اللي موجوده وتاخذ كل اعمار المجتمع يعني، بحيث انه يشكل شامل لكل الاعمار يعني. جميل جدا، نتمنى لكم كل التوفيق وان شاء الله بنشوفه عن قريب يا رب. ان شاء الله باذن رب العالمين. نظرتك المستقبليه مدام ايمان لتطوير الاعمال الخاصه ب صالة الدنيا الرشاقة للسيدات؟ والله بتمنى انه نعمل يعني ان شاء الله انا وبشرى مركز كبير مثل ما ذكرت في كل شيء ان شاء الله. اليوم ايضا يعني ولو طعن بحديثك الرياضة صار يدخل لها افكار جديدة يعني خلينا نحكي بكثرة، في افكار جديده في امور جديده بتدخل على الرياضه من فحوصات طبيه من امور نفسيه اكيد نحن بدنا نعمل مركز طبي زائد صحي زائد رياضي يعني، اتمنى تماما يعني هالشيء ان شاء الله يعني، وبدعم دوله الامارات العربيه المتحده عن جد، لانه يعني الحمد لله يعني دعمتنا بشكل كثير كبير الحمد لله. اكيد دائما دوله الامارات العربيه بتقدم كل التسهيلات والدعم، لا فعلا في تسهيلات، وانت اذا فكر فكره صغيره عن جد فيك تنفذها لانه هن اللي بيدعموك وبيحبوا الافكار يعني تحديدا الافكار الصحيه يعني. صح. كثير الحمد لله. طبعا اكيد دوله الامارات دائما يحكوا يعني شيوخ دولة الإمارات والحكومة أكيد. إذا بدك تستثمر ابدأ وانطلق، وإحنا كل الدعم وكل التسهيلات راح بس توفر يعني. الأمن والأمان بمكان طبعاً. كل الأفكار الخلاقة بتطلع هي معروفة. أنا لما أكون بمكان عايشة بأمان فيه أول شيء بفكر إني أنا أسس لبكرة وأسس لمستقبل أحلى إن شاء الله. صح. وطبعاً لما يكون الدعم متواجد من كل الجهات اللوجستية أو الاستراتيجية بيكون واحد أقوى يعني، بيصير عنده دفع أقوى وخطوة للأمام أكبر إن شاء صحيح. الله يعني. اليوم احنا موجودين بدولة الامارات زي ما ذكرتوا في تعدد جنسيات، اليوم في تعدد ديانات، في تعدد اعراق، ولكن الكل بيعيش يعني بمحبة وبمساواة والكل موجود تحت القانون هون بدولة الامارات بفضل طبعا القيادة الحكيمة والرشيدة. كسيدات اعمال اليوم مدام ايمان، لو سألناك شو بيعني لك الامن والامان بدولة الامارات العربية المتحدة؟ الامن والامان اهم شيء ليعيش الانسان حياة مستقرة وينفذ اي شيء هو بيحلم فيه، لانه انا اذا ما كنت بامن وامان كيف راح افكر لبكره؟
كيف رح فكر انا لاولادي او للمجتمع، وكيف ممكن انا اعيش يعني بحياه بدون امن وامان. فهو الامن والامان بصراحه يعني هو اللي اعطانا يعني هالدفع القوي لحتى ننفذ فكرتنا. اكيد مدام بشرى كسيده اعمال، شو بيعني لك الامن والامان بدوله الامارات؟ وايضا من نتوجه برساله شكر للقائمين والمحافظين على هذه النعمة العظيمة. أكيد أول شيء نشكر شيوخ الإمارات وحكامها، لأنه ما شاء الله قيادة حكيمة بكل معنى الكلمة ما شاء الله، وكان دايما هدفها الأول أنه يكون الأول بكل المجالات، وفعلا إن شاء الله يعني وهذا الشيء شفناه أنه دايما عم تكون المراكز الأولى بكل شيء، يعني سواء في عالم الاقتصاد أو التجارة أو الصناعة حتى الرياضة يعني حتى كمان. الرياضة وفعلا واكبنا كثير أمور الحمد لله، ويعني نتمنى يتم هذا الأمان دائم فيها ويعم السلام فيها دائما مثل ما كانت وتم، يعني تم بقوة كبيرة إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. نتمنى إنه رب العالمين يديم نعمة الأمن والأمان على دولة الإمارات وأيضا على جميع الدول العربية والإسلامية والإنسانية جمعاء بإذن الله تعالى. مدام بشرى، في نهاية برنامجنا حابين نتعرف على كيفية التواصل وموقع صالة الدنيا الرشاقة للسيدات في إمارة رأس الخيمة. هلا الحلو نحن عنا إنه موقعنا متوسط في رأس الخيمة، يعني قريب من كل الأماكن اللي موجودة، يعني بشارع محمد بن سالم مقابل البريد المركزي الطرف المقابل له، يعني بناية نزيه مستحضرات التجميل، وهذا معروف الجم من أول الجمات اللي موجودة في رأس الخيمة والأرقى والأعرق على يعني أزمنة، يعني هلأ تقريبا بحدود 20 سنة صار له مفتوح، يعني قديم كتير. طبعا نحن كملنا خطوات سابقة يعني لناس قبلنا، وإن شاء الله كنا سباقين بهذا الموضوع. في عنا مواقع على الانستغرام وعلى الفيسبوك، صفحات للنادي خاصة، وأرقام تواصل إلي ولمدام إيمان يعني موجودة كمان على صفحتنا انستغرام. أضيفة لا مثلا أرقام التواصل، نحن أرقام التواصل سوف تظهر على أسفل الشاشة. مواقع السوشيال ميديا أيضا حابين نذكرها للسادة المشاهدين كإنستغرام وفيسبوك. عنا صفحتنا على الإنستغرام دنيا فتنس، وصفحتنا على الفيس نفس الاسم كمان موجودة. كمان أنا رح أضيف لكم إياها أنه بحيث تكون مع أرقام التليفونات للإضافة والاطلاع على أنشطة الجيم، لأنه في كتير أشياء بتنزل فيها يعني. جميل جدا. إذا أعزائي المشاهدين سوف تظهر كيفية التواصل وأرقام الهواتف الخاصة بدنيا الرشاقة للسيدات أسفل الشاشة. في نهاية برنامجنا حابين نشكركم جزيل الشكر على حسن الاستضافة. شكرا جزيلا مدام إيمان، شكرا مدام بشرى. الله يخليك. إن شاء الله لنا لقاءات أخرى بإذن الله. إن شاء الله، والله يديم الأمن والأمان في دولة إماراتنا الحبيبة، وبمناسبة إنه هلأ اقتراب العيد الوطني نقول كل عام وإماراتنا بألف خير، وإن شاء الله دائما سباقة بكل شيء، ولا مستحيل في دولة الإمارات فعلا حققنا أحلامنا، وبتمنى أنه أولادي نفس الشيء يكملوا طموحاتهم بأرض الإمارات إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. شكرا مدام بشرى، شكرا مدام إيمان مرة أخرى. إلى هنا أعزائي المشاهدين ننهي حلقتنا لهذا الأسبوع. تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم سما العين وعلى التواصل الاجتماعي. دمتم بخير وفي رعاية الله.